فتح المندل اسلوب شيطاني بيستخدمه السحرة والمشعوذين لما يبقوا عايزين يوصلوا لحاجة مبهمة ومش معروفة. بتحضر الشياطين في المكان ده وبتوريك اللي بيحصل من خلال رؤية. بس تخيل بقى لما تدخل في حاجة زي كده وتتفاجئ ان اللي انت بتشوفه ده مش مجرد رؤية، وانك دخلت في عالم شيطاني من اوسع ابوابه. النهاردة انا هكمل لكم تجربتي مع الغرفة 908، بس قبل ما ابدأ انصحك انك تتفرج على الجزء الاول عشان تقدر تفهم احداث الحلقة دي. اهلا بيكم في كوابيس سليمان الموسم الثالث. مش هو اللي بيعمل كده، واحسن لكم دوروا على شقة تانية وبعدوا خالص عن الأوضة ديت عشان ما تفتحوش باب انتوا مش هتعرفوا تقفلوه تاني. احنا سمعنا الكلمتين دول واخدنا بعضنا وقمنا، بس قبل لما نخرج احنا التلاتة من الأوضة الشيخ نفع قال لي استنى يا سليمان انا عايزك، وشاور لمعتز وايمن وقال لهم استنوا انتوا بره دقيقة. بعد لما خرجوا رحت للشيخ نافع وقلت له خير يا شيخ نافع؟ انا كنت فاكر ان هو هيقول لي مين اللي بيعمل كده او يقول لي حتى اتصرف ازاي، بس الكلام اللي قاله لي بقى نزل عليا زي القنبلة، وحياتي من اللحظة ديت حرفيا اتدمرت. الشيخ نافع فضل باصص لي وهو مبرق وما بيتكلمش، وكان منظره كده زي ما يكون متوتر. بعد دقيقتين كده قلت له هو في حاجة يا شيخ نافع؟ قال انت فيك حاجة مختلفة. قلت له مختلفة ازاي يعني؟ قال لي بص يا ابني انا هقول لك كلمتين تحطهم زي الحلقة في ودنك، تعتبرهم بقى نصيحة تعتبرهم تهديد، المهم عندي هو انك ما تخطيش العالم دوت لانك ما تعرفش عنه حاجة. قلت له عالم ايه؟ قال لي العالم السفلي. العالم ده كبير وملوش اخر، بحوره كتيرة وغويطة، ميته رائدة وضحلة، وفي لحظة ممكن تتسحب في دوامته، ولو اتسحبت يا ابني مش هتعرف تخرج منها تاني غير وانت ميت. اسمع مني عشان انا عانيت منه كتير ولسه لحد دلوقتي بعاني، فاعمل بالنصيحه. قلت له انا مش فاهم حاجه، يعني انت عايزني اعمل ايه بالظبط؟ قال لي ابعد عن جداول الاستحضار وما تخليهاش تسحبك للعالم ده. قلت له جداول الاستحضار؟ وانا ايه بس اللي هيدخلني في حاجه زي كده؟ قال لي انا كلامي خلص، اطلع يلا لاصحابك دلوقتي عشان هم زمانهم قلقانين عليك. قلت له طب اللي بيعمل الاعمال السفليه ديت حد من اصحابي اللي واقفين بره دول؟ قال لي وهو متعصب، قال لي بقول لك ايه انت بترغي كتير ليه يا سليمان، اطلع بره يلا وما تجيش المكان ده تاني. انا سبته وخرجت من الاوضه وانا مصدوم ومش فاهم الراجل دوت مجنون ولا ايه. من شويه كان لسه بينصحني وبعد اقل من دقيقه راح طاردني. بعد لما خرجت لايمن ومعتز، ايمن قال لي هو كان عايزك في ايه يا سليمان؟ ترى يا عم سيبك منه ده راجل مجنون، قعد يقول لي في كلام غريب ما فهمتش منه اي حاجه وبعد كده في الاخر طردني. ايمن بص لي كده وزي ما يكون ما كانش مقتنع. واحنا ماشيين ومروحين على السكن معتز قال لنا بقول لكم ايه انا ماليش مزاج اروح دلوقتي، ما تيجي نقعد على اي قهوه شويه. ايمن قال له والله معاك حق، اكيد يعني ما حدش نفسه يقعد في اوضه زي دي، اوضه مرعبه وكئيبه وجوها يقرف. خلاص اوكي انا هقعد معاك ومش هنروح غير على النوم. معتز قال لي وانت يا سليمان هتيجي معانا ولا ايه؟ قلت لهم عادي عادي اي حاجه. انا في الوقت دوت ما كنتش مركز معاهم اصلا، انا كنت ماشي معاهم بجسمي لكن فكري كله كان مشغول بالكلام اللي قاله لي المشعوذ، وبالذات بقى جمله جداول الاستحضار السفليه ديت، لدرجه اننا بمجرد ما قعدنا على القهوه حطيت سماعه الموبايل في ودني وابتديت اعمل سيرش على جداول الاستحضار ديت. كنت عمال اقلب ما بين المقالات والفيديوهات والطلاسم والحكايات والاساطير لحد لما وقع قدامي بالصدفه فيديو لواحد كان بيقول ان هو عالم روحاني وانه عنده خبره كبيره جدا في الماورائيات، وكان عمال يتكلم على اسرار العالم السفلي والجن وطقوس التحضير والصرف، وابتدى كمان ساعتها يستعرض شويه طلاسم بيستحضر بيها خدام من الجن. بس طبعا الطلاسم ديت كانت بتبقى يا اما مش كامله يا اما هو كان بيبقى مزغلل صورتها، وده طبعا عشان ما حدش يفكر يستخدمها. لحد ما وقف عند طلسم معين وقال ان الطلسم دوت يعتبر من اقوى انواع الطلاسم، وجوده في اي مكان بيتسبب في لعنه كبيره على المكان دوت، مش كده وبس ده كمان على اللي عايشين فيه، وحتى لو سابوا المكان اللعنه بتفضل ملازماهم. الطلسم دوت كان اسمه طلسم حقطاء بنت ابليس، بيبقى عباره عن جدول كبير في 9 خانات مرسوم جوه نجمه خماسيه كبيره، ومكتوب في كل خانه من خانات الجدول دوت رقم فردي، بحيث ان مجموع طول او عرض او قطر اي 3 خانات في الجدول دوت بيساوي 15،
وفي رقم مجهول المفروض ان هو يتحط فوق راس النجمة. بمجرد ما الرقم دوت بيتحط الطلسم بيكتمل، وعشان تطلع الرقم دوت محتاج عملية حسابية معقدة جدا، لدرجة ان عدد محدود جدا من السحرة اللي عندهم قدرات مش عادية هم بس اللي قدروا يوصلوا للرقم ده. ده غير ان العهد بيقول ان اي حد فيهم يوصل للرقم دوت ما ينفعش يبوح بيه لأي حد، وإلا هتبقى في نهايته. انا اول لما شفت الطلسم او الجدول دوت حسيت ان هو نفس الجدول اللي كان مرسوم على الحيطة في اوضتنا، بس اللي ما كنتش فاكره بقى هل الارقام اللي جواه هي نفس الارقام اللي في الجدول اللي في اوضتنا ولا كانت مختلفة. في ساعتها وريت الفيديو دوت لأيمن ومعتز، لقيتهم هما الاتنين اتصدموا. ايمن قال لي سليمان احنا لازم دلوقتي حالا نروح الاوضة عشان نتأكد من قصة الارقام دي، لان الموضوع كده شكله كبير، ده كده مش قصة اننا هنسيب الاوضة والموضوع يخلص زي ما الشيخ نافع قال لنا. لا على كلام الراجل اللي في الفيديو دوت احنا كده ممكن نكون اتلبسنا، ويمكن ده كمان اللي بيفصل اننا ابتدينا نشوف حاجات برا الاوضة زي الاطفال اللي كانوا بيرموا نفسهم من فوق السطوح في الفيلا اللي قدامنا، او الراجل الغريب اللي انا شفته جوه الفيلا دوت. في ساعتها ما فكرناش، اخدنا بعضنا بسرعة وطلعنا جري على الأوضة، واول لما دخلنا وفتحنا الباب اتفاجئنا ان الكهرباء قطع، وان الراديو اللي كنا مشغلين عليه محطة القرآن الكريم كان متكسر 60 حتة. معتز قال لنا هو مين اللي دخل الأوضة وعمل كده؟ ايمن قال له باب الأوضة كان مقفول ومفتاحه مش مع حد غيرنا. احنا في اللحظة ديت كلنا كنا مرعوبين لدرجة اننا كنا بنترعش من الخوف. شغلنا في ساعتها كشافات الموبايلات بتاعتنا ووقفنا قدام الحيطة وبدأنا نقرأ الارقام اللي في الجدول ونقارنها بالفيديو، واتصدمنا لما لقيناهم متطابقين. والكارثة الاكبر بقى هي ان الرقم اللي كان ناقص فوق النجمة الخماسية اللي في الفيديو كان مكتوب على الحيطة بتاعتنا، واللي صدمنا اكتر بقى هو ان الرقم دوت كان 908، وده نفس الرقم بتاع الأوضة اللي احنا قاعدين فيها. انا ساعتها حسيت ان انا مش فاهم حاجة، يعني معقولة نتيجة العملية الحسابية المعقدة اللي الراجل كان بيقول عليها في الفيديو دوت هي نفس رقم الأوضة بتاعتنا؟ ايمن قال لنا دي كده مستحيل تكون صدفة، ده معنى كده بقى ان الواد اللي كان ساكن في الأوضة اللي قبلنا دوت اللي كان اسمه مسعد كان بيوهم الناس ان هو ملبوس، لكن في الحقيقة هو ساحر ومشعوذ، واختياره للأوضة دي بالذات ما جاش صدفة، وهو اكيد برضو اللي حضر طلسم حقطاء بنت ابليس في الأوضة دي. قلت له تصدق انت كلامك صح، انا برضو حاسس ان في حاجه مش مظبوطه. معتز قال لنا بقول لك ايه يا ايمن انت وسليمان، مش وقت تحليلات دلوقتي الله يكرمكم، احنا بعد اللي عرفناه دلوقتي ما ينفعش نقعد ثانيه واحده في الاوضه دي. قلت له طب وهنروح فين؟ قال لي ما اعرفش، ان شاء الله نبيت في الشارع. بقينا بنجري كلنا بسرعه وقاعدين بنلم في حاجتنا، ونزلنا من الاوضه واحنا مش عارفين ولا هنروح فين ولا هنعمل ايه، لدرجة اننا في اليوم دوت بيتنا في الشارع. واول لما الصبح طلع بقينا عمالين نلف على شقة عشان نأجرها ونقعد فيها، والحمد لله ربنا كرمنا بشقة أجرها رخيص وعفشها يعني كان كويس الى حد ما. بس المشكلة بقى هي ان صاحب الشقة ديت كان عايز 6 شهور مقدم، وللأسف كان كل اللي معانا احنا التلاتة ساعتها يدوبك ايجار 3 شهور بس. بصراحة ايمن ساعتها طلع جدع وهو اللي حل الموقف، باع موبايله واشترى موبايل تاني رخيص، وبالفرق دوت دفع ايجار 3 شهور الباقيين، واخدنا الشقة والحمد لله كل حاجة كانت ماشية زي الفل، وحمدنا ربنا ان احنا ما حصل لناش اي حاجة بسبب اللعنة اللي كانت في الأوضة دي. لحد لما بعد 4 ايام بس واحنا قاعدين كلنا بنذاكر في الصالة، لقينا قطة صودا خارجة بتجري من باب الحمام، وبعدها بثواني اتفاجئنا بتعبان اسود كبير طالع وراها من الحمام بيجري بسرعة غريبة. التعبان دوت ما كانش شكله تعبان عادي، كان شكله غريب كده ومخيف، راسه كانت اكبر من جسمه بكتير، ده غير ان عينه كان لونها احمر لون الدم وزي ما يكون بتنور. التعبان دوت وهو بيجري كان فتح بقه على الاخر وهجم على القطة مرة واحدة وبلعها في بق واحد. احنا كلنا قمنا من مكاننا وجرينا وقفنا في اخر الصالة وكنا مرعوبين من المنظر. بعد اقل من دقيقة التعبان دوت ابتدى يلف جسمه ناحيتنا وهو بيطلع من بقه صوت فحيح مخيف وزي ما يكون كان بيستعد للهجوم. احنا فضلنا واقفين مكاننا ما بنتحركش، وبمجرد ما اتحرك بعيد شويه عن باب الشقه كلنا جرينا على الباب وفتحناه ونزلنا جري. كنا نازلين على السلم قاعدين بنتكعبل وبنصرخ ونصوت لحد لما وصلنا لحوش العماره. اول لما نزلنا في حوش العماره عم مصطفى البواب جري علينا قال لنا هي يا ابني في ايه مالكم انتوا بتصرخوا كده ليه؟ قلت له وانا مش قادر اخد نفسي في تعبان كبير جدا كان في الشقه فوق وكان عايز يهجم علينا. قال لنا وهو مستغرب تعبان ازاي يعني؟ ده انا اللي منظف الشقه بتاعتي كوديت قبل ما تسكنوا فيها وكانت زي الفل. معتز قال له فل ايه بس، ده كان فيه تعبان وفيه قطة كمان. قال له قطة؟
قال له احنا هنضحك عليك يعني عم مصطفى؟ عم مصطفى قال له ولا اضحك عليك ولا تضحك عليا. وراح جاري على الاوضه بتاعته وجايب الشومه منها وقال لنا تعالوا معايا وروني فين التعبان والقطه اللي بتقول عليهم دول. طلع معانا ودخل الشقه وبقى عمال يدور في كل حته في الشقه على التعبان اللي قلنا له عليه دوت. انه يلاقي حاجه؟ مفيش. التعبان كان زي ما يكون اتبخر وما بقاش ليه اي اثر. عم مصطفى قال لنا امال فين التعبان اللي كنت بتقول عليه ده؟ معتز قال له معرفش، هو كان هنا في الصاله وكلنا شفناه. قال لنا والقطه برضو استخبت معاه؟ معتز قال له ما قلنا لك يا عم مصطفى انه كل القطه. قال لنا كل القطه؟ هو التعبان ده كان شكله عامل ازاي؟ قلنا له هو كان لونه اسود وحجمه كبير، لكن راسه كانت اضخم من جسمه بكتير، يعني بحجم كده تقريبا راس الكلب، وعينه كان لونها احمر نفس لون الدم وزي ما يكون بتنور. عم مصطفى سكت شويه كده وقال لنا ده ممكن ما يكونش تعبان على فكره. قلت له مش تعبان؟ انت تقصد ايه يا عم مصطفى؟ انا مش فاهم. قال لي ده ممكن يكون يا ابن اللهم احفظنا والعياذ بالله يعني جن. احنا اول لما قال الكلمه ديت كلنا جسمنا تلبش وبقينا عمالين نبص لبعض واحنا مصدومين. قال لنا طب بصوا انا مش عايزكم تخافوا، يعني ده اكتر من واحد سكن في الشقه ديت وعمر ما في حد اشتكى، ابقوا شغالوا انتوا بس فيها قران وان شاء الله كل حاجه هتبقى زي الفل. وسابنا ومشي. بعد ما مشي معتز قال لنا ده كده اللعنه اللي كانت في الاوضه بقت مرتبطه بينا، احنا لازم نتصرف. انا في اللحظه ديت معرفش ايه اللي حصل لي، حسيت ان انا مخنوق قوي ومش قادر اخد نفسي، كان زي ما يكون في حاجه طابقه على صدري. قلت لهم بقول لكم ايه، معلش انا عايز انزل اتمشى شويه. قالوا لي هتنزل فين دلوقتي؟ قلت لهم معرفش، هنزل اروح اي حته، انا مخنوق مش قادر اتنفس. وسبتهم ونزلت. بقيت عمال الف في الشوارع بلا هدف. على الساعة 12 بالليل كده حسيت ان انا بقيت كويس، روحت على الشقة ودخلت نمت. بس من اليوم ده كل حاجة اتقلبت. معتز وايمن بقوا مغدين جنب مني، الكلمة على قد الكلمة، بقوا بيتجنبوني وما بيقعدوش معايا في نفس الأوضة اللي انا قاعد فيها، لدرجة ان كمان محدش منهم بقى بياكل معايا. انا ما كنتش فاهم في ايه. بعد 3 ايام تقريبا رجعت من الجامعة لقيتهم قاعدين في الصالة وبيذاكروا، فقعدت معاهم وقلت لهم انا عايز افهم هو في ايه بالظبط، هو انتم متغيرين من ناحيتي ليه من غير ما اعمل لكم حاجه؟ معتز قال لي بصراحه يا سليمان احنا حاسين ان كل اللي بيحصل لنا دوت بسببك. قلت له بسبب انا؟ معتز قال لي هو الشيخ نفع قال لك ايه بالظبط يا سليمان لما طلعنا بره؟ قلت له ما انا قلت لك ساعتها ان هو راجل مجنون وقاعد يقول لي في كلام غريب انا مش فاهمه. ايمن قال لي كلام غريب انت مش فاهمه؟ طب عرفت منين موضوع جدول التحضير دوت؟ قلت له من على النت، ما احنا اتفرجنا عليه كلنا. قطعني وقال لي لا يا سليمان انت اللي اخترت الفيديو ده بالذات وفرجتنا عليه، انت كنت قاصد. وبعدين صحيح انت مش ملاحظ ان الجدول ده بالذات اترسم على الحيطة في الوقت الوحيد اللي انت كنت قاعد فيه لوحدك في الأوضة؟ قلت له هو انت بتتهمني ان انا اللي رسمت الجدول ده؟ طب ما كان في رسومات قبلها بيوم ظهرت كلها على الحيطة لوحدها. قال لي ايوه الرسومات اللي ظهرت لوحدها، مش هي دي الرسومات برضو اللي ظهرت وانا ومعتز نايمين وانت صحيتنا عشان توريها لنا؟ قلت له بقول لك ايه يا ايمن خلي بالك من كلامك وافهم انت بتقول ايه. قال انا ما بقولش حاجه، انا كل اللي عايز اقوله ان الحاجات دي كلها ما بتظهرش غير في وجودك. بصيت لمعتز وقلت له انت مقتنع بالهبل اللي بيقوله ايمن ده؟ قال لي بصراحه يا سليمان مقتنع. قلت لايمن طب بالنسبه بقى لقصه مسعد اللي اتقتل في الاوضه اللي احنا كنا عايشين فيها ديت من زمان واحنا ما كناش نعرف عنها حاجه، ولا هتقول لي بقى في دي كمان ان انا جيت وقتلته من زمان؟ قال لي ما هي دي بقى القصه الخايبه اللي انت بتلعب عليها وبتستغلها عشان تبقى الشماعه اللي تعلق عليها كل اللي بيحصل. انا ساعتها دمي اتحرق. بصيت لمعتز وقلت له انت ساكت ليه يا معتز؟ ما تتكلم تقول اي حاجه. قال لي بص يا سليمان اختصارا للكلام احنا مش هينفع نعيش معاك في نفس المكان. قلت له نعم يعني ايه؟ قال لي يعني ترجع بقى الاوضه 908 وتقعد فيها لوحدك، يا اما تاجر شقه تانية وتقعد فيها، انت حر. قلت له اجر منين؟ ما انت عارف ان انا معيش فلوس. قال لي طب خلاص اقعد في الاوضه 908. قلت له انت عارف كويس يا معتز الاوضه دي فيها ايه؟ قال لي وهو بيزعق انت اللي خليت فيها ايه؟ كل اللي في الاوضه دوت انت السبب فيه. ايمن قال لي بقول لك ايه؟ طب بكره الصبح يا سليمان تكون لامم حاجتك دي كلها وسايب الشقه. وسابوني هما الاثنين ودخلوا اوضهم. انا في اللحظه ديت ما كنتش عارف ولا اعمل ايه ولا اتصرف ازاي، بس انا مستحيل هرجع الاوضه 908 ديت تحت اي ظرف، ومن الواضح كده ان دي فكرة أيمن، وأيمن دلوقتي مسيطر جامد على معتز لدرجة أنه قدر يقنعه أن أنا ورا كل اللي بيحصل لهم دوت. بس السؤال هنا بقى هو ليه أيمن عمل كده وعايز يمشيني ليه من الشقة؟ بقيت قاعد مع نفسي وبفكر، وبعد حوالي ساعة كده من التفكير كنت تقريبا فهمت إيه اللي بيحصل. في ساعتها دخلت المعتز أوضته، قلت له بقولك يا معتز أنا عايز أتكلم معاك. قال لي طب ما تقعد يا سليمان وقول لي عايز إيه. قلت له لا مش هينفع الكلام هنا.
قال لي مش هينفع الكلام هنا ليه؟ قلت له ما انت هتعرف لما تيجي معايا. قال لي لا معلش بقى، لو عايز تقول لي اي حاجه قولها لي دلوقتي وهنا، عشان انا مش هروح معاك في حته يا سليمان. قربت منه وقلت له بصوت واطي معتز، حاول تفهم، انت في خطر وانا بقول لك كده عشان اساعدك. في ساعتها حسيت ان وشه قلب، قال لي في خطر ازاي يعني؟ قلت له قابلني كمان نص ساعه في القهوه اللي جنب الجامعه، وسبته ونزلت. وبعد نص ساعه بالظبط معتز جالي على القهوه وقعد معايا. قال لي في ايه يا سليمان؟ قلت له بص يا معتز، الواد دوت من اول يوم قابلناه فيه وهو بيحاول يوقع ما بيننا لسبب ما انا معرفوش، وبرده من ساعه ما شفناه واحنا الاتنين بيحصل لنا حاجات غريبه، وهو دلوقتي بيحاول يلبسها لي وعايز يرجعني للاوضه 908 ديت باي طريقه، وانا متاكد ان هو اللي اقنعك بكده صح؟ قال لي بصراحة هو دلوقتي بقى عايزك تبقى قاعد معاه لوحدك في الشقة عشان يستفرد بيك. قال لي يستفرد بيا ازاي يعني، وهيستفيد ايه من كده؟ قلت له انا معرفش، بس اللي اعرفه كويس دلوقتي هو ان انا وانت في خطر، انت عارفني من زمان يا معتز وعارف ان انا مستحيل اعمل كده، احنا لازم الفترة دي نبقى مع بعض لحد ما على الاقل نفهم ايه اللي بيحصل بالظبط. قال لي والله يا سليمان انا ما بقيت عارف اصدق مين فيكم. قلت له تصدق صاحبك اللي تعرفه من ايام الثانوي يا معتز، وانا وعدك ان انا هكشفه لك قريب. وبقيت قاعد افهم واقنع فيه ان انا ماليش اي علاقه باللي بيحصل دوت وان ايمن هو السبب. وبعد حوالي ساعه معتز كان شبه اقتنع واتفق معايا ان هو هيروح ويقول لايمن ان انا مش همشي خلاص من الشقه، وان لو مش عاجبه يبقى يمشي هو. وقمنا من على القهوه عشان نروح مع بعض، بس بمجرد ما دخلنا من الشارع بتاعنا اتفاجئنا بناس كتير قوي كانت متجمعه تحت العماره اللي احنا ساكنين فيها، وكانوا عمالين يبصوا على حاجه في الارض. معتز قال لي هو الناس دي متجمعه تحت العماره عندنا ليه كده يا سليمان؟ وايه اللي هم عمالين يبصوا عليه في الارض ده؟ قلت له ما اعرفش بس تعالى نشوف. لما قربنا منهم عشان نشوف الناس دي متجمعة وبتبص على ايه، اترعبنا من اللي شفناه. كان جثة ايمن مرمية على الارض والدم حواليها من كل ناحية. انا بقيت مصدوم انا ومعتز ومش عارفين نتلمع على اعصابنا. قلت للواحد من اللي واقفين هو ايه اللي حصل بالظبط؟ قال لي انا معرفش، احنا اتفاجئنا بيه ان هو واقف على سور البلكونة وعمال بيصوت، كان بيصرخ بطريقة هستيرية وزي ما يكون بيتكلم مع حد من جوه الشقة. قلت له حد من جوه الشقه ازاي؟ ده كان قاعد لوحده. قال لي وانت عرفت منين انه كان قاعد لوحده؟ قلت له طب ما تعرفش طيب كان بيقول ايه؟ قال لي كان عمال يقول ابعد عني ابعد عني، العهود اللي مش عارف ما بيننا، سيبني وانا هنفذ لك كل اللي تطلبه، وفي الاخر نط من البلكونه. هو انت تعرفه؟ قلت له اه طبعا، احنا اللي قاعدين معاه في الشقه. قال لي قاعدين معاه في الشقه؟ وابتدى بقى يعلي صوته ويقول انا طب وليه مش انتوا يعني اللي رميتوه من فوق؟ قلت له رميناه ازاي؟ مش انت اللي بتقول انه نط من فوق السور؟ قال لي ما ممكن حد منكم يكون كان بيهدده جوه بحاجه. وفي لحظه الناس اتلمت علينا ومسكونا زي ما يكونوا ماسكين حراميه، وكل واحد منهم بقى كان نفسه يبقى ظابط وهو صغير حقق حلمه في اللحظه ديت. 100 سؤال كان بيتسال، هو انتوا كنتوا فين ساعتها؟ مين اللي كان قاعد معاه في الشقه في الوقت ده؟ في حد غيركم انتوا الثلاثه عايش معاه في الشقه؟ انتوا منين ومأجرين الشقه دي ليه؟ كانوا بيتعاملوا معانا كاننا السبب في موته، لحد لما جت عربيه الشرطه وسلكتنا من ايديهم وراحت واخداني انا ومعتز، وفضلوا يحققوا معانا طول اليوم زي ما يكون احنا المتهم الاول. بس الحمد لله السوبر ماركت اللي كان في وش العماره اللي احنا ساكنين فيها كان مركب كاميرات، ولما رجعوا التسجيلات بتاعتها شافونا واحنا بننزل من العماره قبل ما ايمن يرمي نفسه من البلكونه، وده كان دليل قاطع اننا ملناش اي ذنب في اي حاجه، فسابونا في نفس اليوم. روحنا على الشقه في اليوم ده واحنا حالتنا النفسيه زي الزفت. وتاني يوم بالليل صاحب الشقه اتصل بينا قال انا بقول لكم ايه، انتوا قدامكم مهله اسبوعين عشان تسيبوا الشقه ديت، وانا هرجع لكم كل اللي انتوا دفعتوه ومش هخصم منكم جنيه، انا مش ناقص مصايب، كفايه المشاكل اللي عند الواحد. وكل حاجه اتكربست فجاه فوق دماغنا. الغريب بقى في الموضوع هو ان وسط كل اللي كان بيحصل دوت معتز كان عايش حياته طبيعي جدا ولا في دماغه اي حاجه. من تاني يوم كان بيشغل اغاني وبيضحك وبيهزر وبيخرج وبيروح وبيجي كأنه مش حاسس بأي حاجة من الكوارث اللي احنا فيها. لكن انا بقى كنت حرفيا عايش في جحيم، كل يوم كنت بحلم بكوابيس، بحس بأنفاس حواليا في كل مكان، بقيت بسمع أصوات وبشوف خيالات في كل مكان بروحه، ما بقيتش فاهم ايه اللي بيحصل. وفوق كل دوت بقى لما كنت بسأل معتز احنا هنعمل ايه في موضوع الشقة والراجل اللي عايز يطلعنا منها دوت، كان بيقولي ما تشغلش بالك يا سليمان، انا هتصرف، انا هعرف اقنع صاحب الشقه ازاي ان هو يخلينا نكمل فيها. لحد لما بعد 8 ايام بالظبط اتفاجئت ان معتز بيديني في ايدي 500 جنيه. قلت له هي الفلوس دي بتاعت ايه يا معتز؟ قال لي دي فلوسك. قلت له فلوسي ازاي مش فاهم؟ قال لي فلوس الايجار اللي انت دفعتها. اه صحيح انا نسيت اقول لك،
اصل انا قابلت صاحب الشقة واخدت منه فلوس الايجار اللي كنا دافعينها له زي ما اتفقنا معاه، وبعد لما خدتها منه رجعت لكل واحد فينا حقه. انا اخدت فلوسي وبعت الاهل ايمن الفلوس اللي كان دافعها ايمن، وديت فلوسك. قلت له هو انت مش قلت لي انك هتقنع الراجل ان احنا نكمل في الشقة؟ قال لي معرفتش. قلت له انت جاي دلوقتي قبلها بكام يوم وتقول لي معرفتش؟ طب وهنقعد فين بقى؟ هنقعد في الشارع؟ قال لي ونقعد في الشارع ليه يا سليمان؟ ما نقعد في الأوضة بتاعتنا اللي في السكن الجامعي، ما احنا لسه ما سلمناهاش. قلت له وانا مصدوم، قصدك أوضة 908؟ قال لي بالظبط كده. انا ساعتها اتعصبت وما حسيتش بنفسي. قلت له انت مجنون ولا ايه يا معتز؟ انت عايزنا نحصل ايمن؟ ما انت عارف ان الاوضه الزفت ديت هي سبب كل المصايب اللي احنا فيها دلوقتي. قال لي السبب في كل المصايب اللي احنا كنا فيها ديت مات خلاص يا سليمان، مش هو ده كان كلامك برضو؟ قلت له كلام انا؟ انا كلامه واسلوبه دول حرقوا دمي، فبقينا احنا الاتنين عمالين نزعق مع بعض لدرجة ان انا وصلت المرحلة ان انا كنت حاسس اني همسكه وهرنه علقة، فرحت سايبه ونازل. لما نزلت تحت قابلت في حوش العمارة عم مصطفى البواب. قال لي مالك يا ابني قاعد بتزعق وصوتك جايب لاخر العمارة، انت بتتخانق مع زميلك ليه؟ قلت له سيبني عشان مخنوق والله يا عم مصطفى. قال لي روق بس كده يا ابني واقعد اشرب معايا كوبايه شاي. قلت له لا 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 سيبني، بص انا مخنوق وهتمشى شويه بره. قال لي تتمشى فين يا ابني؟ الدنيا مطره بره والشوارع متبهدله. بصيت فعلا على باب العماره لقيت الدنيا بتمطر وبايظه، فبصراحه رحت قاعد معاه. قال لي انت شايل يا ابني ليه هموم الدنيا فوق دماغك؟ كبر دماغك كده وما تزعلش نفسك وكل حاجه هتتحل. قلت له والله يا عم مصطفى انا حاسس ان اللي انا فيه دوت عمره ما هيتحل. قال لي لا حول ولا قوه الا بالله يا ابني، في ايه بس؟ انا من كتر الخنقه اللي كنت فيها حكيت له على كل حاجه. عم مصطفى بعد لما خلصت قال لي بص يا ابني كل اللي انت بتقوله دوت ملوش غير معنى واحد. قلت له يعني معناه ايه؟ قال لي الكلام دوت معناه ان انت مسحور. الموضوع مش موضوع اوضه ولا قتيل، لا 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 الموضوع اكبر من كده. بص يا ابني الموضوع دوت لازم يتلحق بسرعه بدل ما هتحصل. بص يا ابني ما تقلقش، انا حماتة اخويا عندها خبره كبيره في الحاجات اللي زي كده وممكن هي اللي تدلنا وتقول لنا نعمل ايه. قلت له انا مش عارف والله، انا حاسس ان الموضوع دوت ما بقاش ليه اخر. قال لي ما فيش حاجه يا ابني ما لهاش اخر، بس المهم بقى هو اخر مين اللي هيجي الاول؟ بص انا بكره ان شاء الله هاخدك ونروح لها وهي هتتصرف، بس تعرف غريب قوي معتز صاحبك ده، بالرغم من ان هو كمان كان معاكوا في نفس الاوضه وكان ملازمكوا في كل حته لكن ما حصلوش اي حاجه، والغريب اكتر في الموضوع هو ان هو عايز يرجع للغرفه 908 تاني ومش خايف، وحتى صاحبك اللي مات واكلته معاه عيش وملح زي ما يكون مش فارق معاه او يعني فرحان انه مات. قلت له هو انت قصدك يا عم مصطفى ان هو ممكن يكون ورا كل اللي بيحصل ده؟ قال انا معرفش، العلم عند الله يا ابني، اطلع انت بس نام وريح وبكره الصبح ان شاء الله نبقى نروح للست سعديه. انا بعد لما سبت عم مصطفى وطلعت الشقه في اليوم دوت لحد تاني يوم معرفتش انام، دماغي ما بطلتش تفكير، وبمجرد ما الصبح طلع رحت نازل لعم مصطفى، اخدني ورحت انا وهو للست سعديه. اول لما قعدت معاها وحتى قبل ما افتح بقي باي كلمه قالت لي انت حواليك يا ابني هاله سودا كبيره وطاقه مش كويسه ولو امتلكتك مش هتعرف تخرج منها. احكي لي ايه اللي وصلك للمرحله دي؟ حكيت لها على كل اللي حصل لي، وبعد لما خلصت قالت لي بص يا ابني احنا لازم الاول قبل اي حاجه نفهم ايه اللي حصل في اليوم اللي ايمن صاحبك دوت رمى نفسه فيه من البلكونه، عشان هو دوت طرف الخيط اللي هنتحرك على اساسه وهو ده برضو اللي هيبين لنا كل حاجه. قلت لها طب وهنعرف كل ده ازاي؟ قالت لي هنفتح لك المندل. قلت لها ايه المندل دوت؟ قالت لي ده اللي هيكشف المسطور وده اللي هنعرف من خلاله ايه اللي حصل في اليوم المشؤوم ده. قول لي يا ابني هو انتوا مشيتوا من الشقه ديت ولا لسه؟ قلت لها لا لسه احنا موجودين فيها، بس المفروض هنسيبها ونمشي خلال يومين ثلاثه بالكتير. قالت لي طب كويس، ومعتز صاحبك دوت بينزل امتى ويجي امتى؟ قلت لها هو بينزل من الصبح وبيجي على الساعه 7 او 8 بالليل كده. قالت لي تمام، انا هاجي لك بكره الساعه 3 العصر عشان انا مش مستريحه للواد ده. قلت لها ايوه بس ست سعديه انا معيش فلوس للكلام ده. قالت لي ما تشغلش بالك بموضوع الفلوس دوت، انا بعمل الخدمه ديت لعم مصطفى الراجل الطيب دوت مش ليك. عم مصطفى قال لها كتر خيرك يا ست سعديه، واخدنا بعضنا ومشينا. وفعلا تاني يوم الساعه 3 العصر بالظبط لقيت باب الشقه بيخبط، لما فتحت الباب لقيت الست سعديه قدامي ووراها عم مصطفى وكان شايل مرايات كتير حوالي 5 مرايات بطوله. قلت لهم اتفضلوا ادخلوا. اول لما دخلوا قلت لهم تحبوا تشربوا ايه؟ عم مصطفى قال لي كتر خيرك يا ابني احنا مش جايين نتضايف، و
والست سعدية ما ردتش عليا، كانت عمالة تمتم في سرها بكلام انا مش سامعه وهي عمالة تلف في الصالة، وراحت مشاورة بايديها على الارض قالت لي التعبان كان هنا. ترى اه فعلا مظبوط. كملت لف في الشقة وهي برضو عمالة تمتم بكلام غريب لحد لما وقفت قدام اوضة من الاوض قالت لي وهي ديت اوضة ايمن. ترى اه هي فعلا برضو اوضة ايمن. شاورت لعم مصطفى وقالت له حط عم مصطفى المرايات هنا على شكل نص دايرة ويكون وشها لأوضة أيمن، وبعد ما تعمل كده عايزك كمان تقفل لي كل البيبان والشبابيك اللي في الشقة. أنا وعم مصطفى عملنا كل اللي هي طلبته. بعد لما خلصنا الست سعدية طلعت من شنطتها شمعة كبيرة، الشمعة ديت كان لونها أحمر وكانت في حجم إزازة مية وكان محفور عليها حروف ورموز ورسومات وكلمات غريبة كلها كانت باللون الأسود. حطت الشمعة ديت في الأرض قدام المرايات وراحت مولعاها وقالت لعم مصطفى طفي لي نور الشقة ده كله، مش عايزة ولا لمبة تكون ولعة. فعلا طفينا النور وما بقاش فيه اي مصدر ضوء غير نور الشمعة دوت. الست سعدية طلعت من معاها قلم لونه احمر وبدأت تكتب بيه حاجات على ظهر الخمس مرايات، حروف مفرطة وكلام مش مفهوم ورسومات غريبة، نجوم خماسية واشكال هندسية تانية. وبعدها قالت لي تعال قرب مني. لما رحت لها قالت لي هات صباعك، وراحت ماسكة صباعي وفتحة فتحة صغيرة فيه بالمشرط واخدت الدم اللي بينزل مني وحطته على معلقة شاي لحد لما المعلقة ديت اتملت على اخرها. بعد كده مسكت المعلقة وحطتها فوق الشمعة وزي ما يكون بتسخن الدم دوت على الشمعة وهي بتتمتم بكلام غريب وبقت عمالة تنده بصوت عالي على اسامي غريبة. في نفس الوقت دوت طلعت قماشة من معاها لونها اسود، القماشة ديت كان شكلها مبهدل ومتوسخ، راحت حطها على دماغي. انا اول لما حطيتها على دماغي شميت ريحة قذرة جدا لدرجة ان انا حسيت ان انا عايز ارجع، بس المشكلة بقى ما كانتش في كده، المشكلة هي ان انا كنت ابتديت اسمع اصوات وهمسات مخيفة والاصوات ديت كانت في كل حتة حواليا. انا بقيت حاسس ان انا هموت من الخوف وبقيت في اللحظة ديت حاسس ان انا ضعيف واعصابي كلها كانت سايبة، وكل لما كنت بحاول احط ايدي على دماغي عشان اشيل القماشة القذرة ديت الست سعدية كانت بتخبطني جامد على ايدي وتنزلها جنبي وتقعد تعلي صوتها اثناء ما هي كانت بتعزم وبتقول الكلام الغريب دوت وكأنها بتحذرني، لحد لما فجأة كل حاجة سكتت ومبقتش سامع اي حاجة. ابتديت انده يا عم مصطفى يا ست سعدية، محدش كان بيرد عليا. فابتديت اشيل القماشة اللي كانت محطوطة على دماغي، لما شلتها اتفاجئت ان المرايات اللي كانت محطوطة قدامي اختفت وحتى عم مصطفى والست سعدية ما كانوش موجودين ونور الشقة كان كله منور. في نفس اللحظة ديت سمعت صوت حد بيصرخ جامد في الحمام، لسه هروح عشان اشوف فيه ايه لقيت ايمن طالع من باب الحمام وهو بيجري. انا اتصدمت ان ايمن لسه عايش، لسه هنده عليه اتفاجئت بكائن شكله بشع جدا خارج هو كمان من الحمام وبيجري وراه. كانت راسه شبه راس الخنزير وجسمه كان شبه جسم الانسان، لكن رقبته كانت طويلة جدا وجلده لونه احمر وشكله مقرف وعينه كانت مجوفة والضلمة ملياها. الكائن دوت كان بيتكلم وبيقول لأيمن انا هعيش جواك، هو ده العهد، هو ده الاتفاق، جسمك من النهاردة ملكي. ايمن كان بيرد عليه وهو مرعوب وبيقول له انا ما عملتش معاك ولا عهود ولا اتفاقات، سيبني في حالي. بس الكائن دوت ما كانش بيقول غير كلمة واحدة، جسمك ملكي، جسمك هو التمن. ايمن حاول يهرب منه ساعتها لكن معرفش، فجري على البلكونة ووقف على السور وبقى عمال يقول له انا ما عملتش عهود، طب سيبني في حالي وانا هعمل لك اللي تطلبه. لكن الكائن دوت ابتدى يزمجر ويصرخ جامد وهو بيجري ناحية ايمن. ايمن ساعتها من الخوف نط من البلكونة. بعد لما ايمن نط من البلكونة الكائن دوت رجع للصالة تاني وهو بيصرخ بصوت مخيف وزي ما يكون كان متضايق. انا في الوقت دوت كان زي ما يكون جسمي بيتجمد ومش قادر اتحرك ملي من مكاني. الكائن دوت فضل يمشي لحد لما بقى واقف قدامي وقعد يشمشم حواليا بمناخيره القذرة، كان زي ما يكون حاسس بوجودي لكنه مش شايفني. بعدها سابني واداني ظهره ودخل اوضه معتز. قعدت احاول استجمع قوتي لحد لما بقيت قادر اتحرك ولسه بلف جسمي عشان اخرج من باب الشقة اتفاجئت بالكائن دوت ان هو بيخرج من اوضة معتز وبيجري ناحيتي بسرعة كبيرة جدا وراح منقض عليا. انا ساعتها وقعت، بس لما وقعت انا ما وقعتش على الارض، انا لقيت نفسي بغرق في مية لونها احمر وكل لما كنت بحاول اخرج دماغي من المية ديت كان في ايد شيطانية لونها ازرق وفيها شعر اسود كتير ملولو وضوافرها طويلة وشكلها مقرف.
الايد ديت كانت مسكني من دماغي وعماله تغرق فيا. كل لما كنت بطلع بدماغي هي كانت بتغرقني تاني في نفس الوقت. بقيت بصرخ ومش عارف اخد نفسي، وكل حاجه ابتدت تغمق والدنيا ابتدت تظلم من حواليا، بس انا ما بطلتش صريخ لحد لما فجأة لقيت القماشة السودة دي بتتشال من على دماغي، والست سعدية كانت مسكاني وعمالة تقولي ما تخافش يا سليمان، اهدى يا ابني اهدى انت رجعت اهوت. انا في اللحظة ديت ابتديت اهدى واخد نفسي، بس اتصدمت لما بصيت قدامي ولقيت في الخمس مرايات. طيب انا كده خلصت، لو عايزيني بقى اكمل وانزل الجزء الثالث والاخير اكتبولي بس في الكومنتات كمل، لان بصراحة الكابوس بتاع الغرفة 908 دوت يعتبر من اكتر الكوابيس المعقدة في القناة، وانا بصراحة ما كنتش ناوي اكمله، بس انا نزلت الجزء التاني دوت لما لقيت ناس كتير متفاعلة وكاتبة في الكومنتات كمل. فلو لقيت كومنتات كتير بتطلب مني ان انا اكمل هكمل، وهنزل الجزء التالت من الغرفة 908، لكن لو ما لقيتش بقى فاعتبروا ان دوت الجزء الاخير. وقبل ما اقفل بس كنت عايز اشكر الكاتب محمود محمد الشهير بالقصاص، القصة ديت كلها كانت من اعداده وبجد هو تعب فيها جدا، عاش يا محمود. وقبل ما اقفل بقى كنت عايز بس افكركم ان احنا مش عايزين ننسى الحلم يا اشباح، مليون شبح جوه الكابوس، مكملين ومع بعض ومفيش حاجه هتوقفنا، واشوفكم على خير في الكابوس الجاي.